لازم يلاقي لها حل، لأنه السمنة مدمرة للصحة أول شيء يعني، فلازم صراحة يعني يلاقي حل للسمنة، الرياضة، الدايت، يشوف ايش يعني. الحين في أشياء كثير صارت الحلول للسمنة، بس إنه الواحد ما يترك نفسه، إنها فعلا مدمرة للصحة. إنهم يتمرنون ويأكلون أكل صحي ويتركون الدهون ويتركون الرز ويتركون كبسة. أنصح اللي يعانون من السمنة إنهم يحددون وقت في اليوم للرياضة، ويعتنون في النادي يعني والأكل الصحي. أنصحهم يسوون رياضة ومثلا سباحة، ويقللون من الأكل، لأن كل ما زاد الأكل كل ما يصير فيه خمول في الجسم، ما يقدر الواحد يتحرك زين. والله عليهم في الرياضة، لأنه السمنة تجيب سكر، ضغط، أمراض مزمنة، فلازم رياضة.